مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفيديو جديد. وقبل ما نبدأ بغيت نوجه تحية كبيرة بزاف للأخوات اللي كيسولوا عليا في التعليقات، وبالخصوص الأخت نجات أم إيناس، كنسلم عليها بزاف. ونبدأ على بركة الله في الفيديو ديالنا. واحد الكمية ديال التمر غادي نحضروا به إن شاء الله عسل التمر أو دبس التمر. غادي أول حاجة التمر مغسول جيدا، غادي ناخدو واحد الإناء أو واحد الكسرونة، وغادي ناخدو التمر ديالنا ونحيدو ليه العلف ديالو بحال هكا. غادي نستمر الكميه اللي عندي كامله. التمر كيف ما كان النوع ديالو، ماشي بالضروره يكون يعني التمر اللي هو نوعيه جيده، يقدر يكون غير ارخص انواع التمر بحال هذا اللي انا مستعمله، غير رخيص. ما حيدت ليه العلف كامل، غادي نضيفوا عليه الماء. بالنسبه لكميه الماء فهي ضعف كميه ديال التمر. اذا كانت عندكم مثلا 250 غرام ديال التمر كديروا عليها نصف لتر ديال الماء، وهكذا يعني كتضاعفوا الكميه. المرحله المواليه هو اننا غادي نوضعوه فوق النار، تبقاو تحركوه مره هو يعني كما كتشوفوا راه كيبدا كيتبخ، كتبداو كتحركوه باش هذوك التمر كيتحل ويعني كيبدا كيتفكك. تبقى تحركو مره وصافي كتخليه يغلي. التمر ديالنا ها هو كيف ما كتشوفوا راه كيتفكك يعني كيطيب مزيان. غادي خليته هنايا حتى دفى شويه وغادي ندوز باش نطحنو. تقدروا توضعوه في كاس الخلاط وطحنوه، او ممكن دوزوه في هذيك المطحنه ديال الطماطم حتى هي راها غادي تخرجوا لكم مزيان. المرحله المواليه من بعد ما كنطحنوا كما كتشوفوا راه كيولي املس، غادي ناخذ واحد بول، غادي ناخذ واحد الزويف ديال الكوزينه يكون نقي. خذوا زيف ديال حياتي وخليوه غير الكوزينه، راه كينفع بزاف. صوبوا به الجبن، صوبوا به بزاف الحاجات. المهم هنا غنوضع الصفايه وغادي نوضع فيها هاد الزويف هذا، لاننا عندنا الغرض ان هاد الخليط هذا يتصفى لينا جيدا. صافي وغادي وضعوه بحال الا بغينا نقطرو الجبن تماما. صافي غادي نعقدو وغادي نخليه ليله كامله تيتسقطر ويتصفى على خاطرو. غادي نوضعوه في الثلاجة. هاد الزيف هذا غادي يضمن لينا انه ما غاديش يدوزو فيه نهائيا حتى شي هذاك يعني داك اللب ديال التمر ما غاديش يدوز لينا فيه. صافي غادي نعقدو هنايا. بعد ما قطرت هاد التمر هذا مزيان من هذاك الماء غادي نحيدو على جنب. بطبيعه الحال حتى هو غادي نستعملوه، ما غاديش نرميوه اكيد. غادي نحاول ننزلو هنايا في واحد البول. ها هي هذيك العجينه، كذلك غادي نوريكم اشنو ممكن ديروا بها. المهم دابا غادي نخليوها على جنب وغادي نرجعوا لهذا السائل هذا. غادي نرجعوه في واحد الكسرونه وغادي نرجعوه فوق النار على عافيه اللي تكون متوسطه ماشي مجهده. ايه كيبدا كيغلي كما كتشوفوا، حتى يعني كيعقد وكيتقال اللون وكيتغلق اللون ديالو شويه على عفيلة تكون متوسطه. بدات تكون واحد الكشكوشه كيف ما كتشوفوا، غادي نزولوها، نحاولوا نجمعوها بالملعقه ونزولوها. درت واحد لاطه فرشت عليها ورق الفرن، وغادي نجيبوا هذيك العجينه اللي استخرجناها وغادي نوضعوها هكايا في هذا ورق الفرن. غادي نحاولوا نفرتوها هكا طيفات اليوم صدورين بهذا الشكل هذا. بالنسبه للفرن فهو طيبت فيه من قبل وطفيته، ما خصوش يكون ساخن، فقط يكون ساليته منه طياب. وغادي ندخلوا ليه هاد اللاطه هادي حتى يبرد، وغنخرجوه عاوتاني ونخليوها حتى عاوتاني بغاو نطيبو. الاهم انه ما خصناش نشعلو عليه باش ما يطيبش، حنا غرضنا انه غير يتيبس لينا. هذيك الرغوه كتولي بحال الشكل هذا كثيفه، والقوام كيبدا كيتقال كيتقال. انا هنا وضع انا هنا راه صوبت غير كميه قليله، من بعد ان شاء الله وغادي نعاود نصوب كميه اكبر. وهذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا، راه كيتقال. دابا غادي نحتفظ به في واحد القاروره ديال الزاج، ضروري تكون زجاجيه، وغادي نوضع فيها
هو راه مع الوقت كيزيد يتقال. انا هنايا راني وجدت غير كميه قليله جدا جدا، راه تقريبا 250 غرام ديال التمر فقط. يعني الا وجدتوا كميه كبيره راه غيخرج لكم ما شاء الله كميه اللي هي اكبر. هو هذا الشكل ديالو، واخا يبان لكم يعني جاري، راه غير حيت مازال سخون، راه ملي كيجمد كيزيد يتقال. وبطبيعه الحال الكسرونه ما غاديش نضيعوا هذا الشيء اللي فيها، غنضع فيها الحليب ونغلي فيها وهكا غادي نستافدوا منه. من بعد ما كنشوف لكم هذاك العجين ديال التمر جيدا ضروري يتخلص من جميع الماء، كناخذو وكنطحنوه في المطحنه الخاصه بالعطريه حتى كنحصلوا على واحد البودره او واحد المسحوق اللي هو مطحون جيدا جيدا. وهذا المسحوق هذا هو الشكل ديالو. البودره ديال التمر كتستعملوها لتحليه المشروبات ديالكم، يعني سواء قهوه مثلا او حليب او غيرها من المشروبات، راها بديل ديال السكر الابيض وحلوه بزاف بزاف، يعني كميه قليله منها كتعطيكم الحلاوه اللي كتحتاجوا. هنايا راني حضرت كميه اخرى وغادي نزيدها على هاد القريعه هذه. كما كتشوفوا فراه هو راه كيجمد وكيتقال. هو ما حدو يعني كيبقى وهو كيزيد يتقال ويعقد، لذلك ما يعني ما تخليوش يتبخر بزاف. والتمر اللي كناخذ صراحه رخيص رخيص بزاف، الثمن ديالو 20 درهم للكيلو، يعني نصف كيلو كتعطي كتخرج ب 10 درهم. هو هذا كناخذ هذه الباكيه هذه، التمر اللي هو زوين وحلو بزاف. هذه الميزه اللي فيه انه كميه الحلاوه اللي فيه كثيره بزاف بزاف، لذلك هذا العسل هذا راه حلو بلا قياس صراحه.